بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التكاثر، وهي السورة الثانية بعد المئة، وهي سورة مكية آياتها 8. أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية له: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن طاعة الله، التكاثر أي التباري في الكثرة والتباهي بها والتفاخر بالأموال والأولاد والرجال أي بكثرتها، حتى زرتم المقابر، حتى إما أنها عاطفة أو أنها حرف غاية وجر، وعلى كل فهي بمثابة الغاية للإلهاء، يعني ألهاكم حتى الغاية، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها، يعني ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته، وأغفلتم وضيعتم ما هو الأهم والأجدى من السعي لأخراكم. فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت، وتتعين حتى الغائية الجارة، تكون هنا حرف غاية وإيه وجر، حتى زرتم المقابر يعني بأن متم فدفنتم فيها، أو حتى زرتم المقابر يعني كما روي في بعض الأثار أنهم أخذوا يتمادحون بالأحياء ويتكاثرون، بعد ما فروا من الأحياء ذهبوا إلى المقابر فأخذوا إيه يتفاخرون ويعددون الموتى تفاخرا أيضا بالإيه بكثرة قبائلهم يعني من الموتى. فهذا تفسير آخر، حتى زرتم المقابر لتتكاثروا وتتباهوا وتتباروا بإيه بعدد من ماتوا من رجالكم. لكن الأولى الوجه الأول هو الصحيح، ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، أنها حرف إيه غاية وجر، ظللتم تتلهون حتى دفنتم ومتم. كلا هذا حرف ردع وزجر عن التشاغل عن الطاعات والجنوح إلى الزخارف والظواهر. كلا سوف تعلمون، سوف حرف استقبال، ثم كلا سوف تعلمون، قيل إن التكرير للردع والإنذار، وقيل وهذا أولى إنه يدل على عذاب القبر، ثم كلا سوف تعلمون، فالأولى يعني كلا سوف تعلمون إذا متم، ها ثم كلا سوف تعلمون إذا دفنتم وعاينتم عذاب القبر. فهنا يعني دار الأمر بين التوكيد والتأسيس، فالأولى في هذه الحالة أن يحمل على التأسيس لأن فيه معنى
جديدا. فيبقى ثم كلا سوف تعلمون مش تأكيد لسوف تعلمون، لكن هذه في الدنيا وتلك في القبر. لذلك قال هنا ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر، ثم في القبر. ولا شك أن ثم دليل على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، لأن هذا في القبر أو عند نزع خروج الروح ثم في القبر، فطبعا القبر أشد حالا. فهذا كما تقول المنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل، ده إذا قلنا أنها على التوكيد فيها رد وزجر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، يعني علما يقينا عاقبة التفاخر. وجواب لو محذوف تقديره ما اشتغلتم به، كلا لو تعلمون علم اليقين. طبعا علم اليقين مصدر، وأصله كلا لو تعلمون العلم اليقين، فهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. كلا لو تعلمون علم اليقين. ويقول حسان بن ثابت في أهل بدر سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. فطبعا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علما يقينا عاقبة التفاخر والتكاثر والتباري والمباهاة. وهنا تم الجواب. إيه بقى جواب لو؟ انتبهوا لهذا جواب لو. إيه فين جواب لو؟ بصوا كده في السورة، أنا بسألكم عشان مش عايزكم تنسوها أبدا أبدا، لأن دي بتتنسى. قولوا ما جوابه لو. محذوف. طيب ما تقديره؟ ما اشتغلتم به. طب ليه ما يكونش لا ترون الجحيم؟ أحسن إجابة جميلة جدا، لا أدري. نعم، عشان ده قرآن ما ينفعش واحد يخبطها كده. نعم تفضل. هو معظم الناس هتتخيل كده، بتقرأ الصورة طبيعي جدا قد يتخيلون ان الجواب هو كلمة ايه؟ لترون الجحيم. ها يعني ها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يبقى كأني يقولك دي ورضي على طول، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هي الايه الجواب. فانتبهوا هذا خطأ محض، انتبهوا لهذا، انا بركز عليها انها بتتنسى. يبقى هنا ولدقة الجلال المحلي كلام في غاية الدقة. شوف بيقول إيه هنا، لا ترى، يقول كلا لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره ما اشتغلتم به، ما اشتغلتم بالتكاثر. انظر لهذا الكلام، وإن كان هذه من إضافة القاضي كنعان مش المحلي، لكنها مهمة جدا. يقول وهنا تم الكلام، يبقى المعنى انتهى عند قوله إيه كلا لو تعلمون علم اليقين، تم الكلام تماما، لأن الجواب محذوف تقديره إيه؟ لما اشتغلتم بالتفاخر والتكاثر. يقول ثم استأنف مقسما، بداية كلام جديد لا علاقة له بفعل الشرط، بجملة الشرط لو. انتبهوا، ثم استأنف يعني كلام جديد لا علاقة له بما قبله. وهنا تم الكلام ثم استأنف مقسما لترون الجحيم، دي جملة جديدة خالص، لترون الجحيم أي النار. جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء. فأهم شيء هنا في هذه الآية أن جواب لو محذوف، يعني لو تعلمون ما أمامكم من هوله لا فعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه، ولكنهم جهلة ضلال. ولا يصح أن يكون قوله لا ترون هو الجواب. لماذا؟ لأنه محقق الوقوع فلا يعلق. يعني هل يصح أن احنا نقول كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم؟ بمعنى
مش هتشوفوا الجحيم إلا لما تعلموا علم اليقين، لما هو يعني علم يقين يعني أمر رؤية الجحيم ده محقق ولا معلق على شرط؟ محقق، فلا يعلق على شرط. عشان كده ما ينفعش كلمة لا ترون الجحيم تكون جواب الشرط في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، واضح؟ لكن جوابها إيه؟ لو تعلمون علم اليقين يعني في الدنيا هنا لإيه؟ لكففتم عن التفاخر والمبهاء والمكاثرة ونحو ذلك، أو لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناه من الاجتهاد في العبادة وكذا وكذا لو علمتم علم اليقين. ثم بدأ الكلام من جديد فقال لا ترون الجحيم. فإذا ما يكون محقق الوقوع لا يصلح أن يعلق على شرط، واضح؟ فانتبهوا لهذا. لترون الجحيم ثم لترونها تأكيد عين اليقين. عين اليقين نصب على أنها صفة لمصدر محذوف، أي لترونها رؤية عين اليقين. وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين بكونها عين اليقين. يقول ثم لترونها تأكيد عين اليقين مصدر، لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وحذفت واو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. ثم لتسألن يومئذ يعني يوم رؤيتها عن النعيم، وألف النعيم هنا للاستغراق يعني لكل أنواع النعيم ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. أما في قوله ألهاكم التكاثر، فما نوع ألهاكم التكاثر؟ العهد، للعهد يعني هو التكاثر في الدنيا ولذاتها وما يبدو فيها من تعاجيب وتهاويل تستهوي الناظر وتخدعه إلى حين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا، هل ناله من حلاله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا آخر، هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه، من أين لك هذا؟ حصلت عليه من أين؟ حلال أم حرام؟ والثاني عن محل صرفه كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وفيه أيضا عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أبلاه. وقال هذا حديث صحيح. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد. وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، يعني ما كانوا يأكلون سوى التمر والماء. فقال أما إنه سيكون. وعن أبي هريرة نحوه وقال إنما هو الأسودان، العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا، فقال إن ذلك سيكون. وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم، يعني صحيح أنتم الآن لا تأكلون إلا التمر والماء،
وأنتم في شرف ومشقة لأن العدو حاضر وسيوف على عواتقنا استعجالا للاستعداد للجهاد. فإما أن يكون المراد بقوله إن ذلك سيكون الإخبار بما سيفتح عليهم من سعة الرزق وبلهنية العيش فيما بعد، أو إن ذلك سيكون، إن ذلك السؤال سيكون إن الله سوف يسألكم حتى عن الأسودين التمر والماء الذي هو النعيم. فإما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم، وإما أن يرجع إلى السؤال أي إن السؤال يقع عن ذلك وإن كان تمرا وماء فإنه من النعيم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وقد أكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجاءه الحديث ضعيف الحقيقة، يعني يروى في هذا الحديث مرفوعا: يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج، والبذج ولد الضأن، يعني كأن إشارة إلى هوانه ومذلته، كأنه بذج فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنع؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته فتركته أوفر ما كان، فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به أو فيمضي به إلى النار. وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وترتع، الظاهر أنها تربع، أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. وقال: هذا حديث صحيح. وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وأنهم هم المسؤولون عن النعيم، يعني وأيدوا هذا القول بأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم، فالكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره، فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة، ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. ولهذا قال بعضهم: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. يقول ابن القيم: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب للكفار، بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، لأن من المؤمنين ومن المسلمين من يلهيه التكاثر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، والحديث في صحيح مسلم. وقائل ذلك ابن آدم، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. أي نعم، ما احنا قلنا بقى سيكون الحساب أو سيكون التنبؤ بساعة العيش. كما أن الأثار تدل على أن الصحابة فهموا العموم أن الجميع سوف يعني يسألون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله:
صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب ليستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه. فأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا الحديث صحيح وصريح في تعميم الخطاب للجميع وأنه غير مختص بالكفار. وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ونظائره، كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين. فقوله ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. فالخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان، كقوله وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان كفورا إن الإنسان لربه لكنود وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الإنسان لكفور ونظائره كثيرة. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل. وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له من نفسه، ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا، فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهن بالتكاثر في الدنيا ولا بد. ثم إن الوعيد المذكور مشترك وهو العلم عند معاينة الآخرة، وهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلا له في الدنيا. ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار، ولا يليق ذلك بها، ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها، والله تعالى أعلم. وتأمل ما في هذا العتاب الراجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء، بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود. وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، إن إقامتهم في المقابر عبر عنها بالإيه؟ بالزيارة، حتى زرتم المقابر، بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابروا سبيل إلى محل الزيارة ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. فهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وغايته زيارة القبور، وبعدها النقلة إلى دار القرار. أي نعم.
ثم يقول في قوله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم لا يسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، من أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. وقال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة التكاثر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.